حبيت نشارك في هذا البرنامج دورك المغاربي، يعني كان لي الشرف اني شاركت الحمد لله. دونك شفنا باللي لازم سي المومون دوفيغ لو ديبا اي لو ديالوغ اونتر جوناس اي لو لوكو، وين كانت هذه المشاركة الأولى تاعي يعني في برنامج مغاربي، وين حبينا باش نقوم بتغيير، يعني بتغيير بداية في التغيير، يعني فتح الحوار بين المغاربة الشباب المغاربة والسلطات المحلية تاعهم. وين البرنامج شفتوا باللي تريز انتريسون كوم بروغرام، يعني كان فتح نقاش، كان تبادل خبرات، كانوا دي انترفونسيون تريز انتريسون اللي استفدنا منهم، انا شخصيا استفدت منهم. والان يعني نظن باللي كل واحد فينا عنده دور باش دونك كل واحد فينا عند راهو كشغل مسؤول باش ينشر ولا باش يوصل المعلومات اللي ديناهم، كل واحد يبدا يوصلوا للبلد تاعو، وهذا توجو في المساهمه في التغيير كل واحد فينا، وان شاء الله كما يقولوا لونيون في لا فورس. ميرسي.